السياسة 20 ساعة من المداخلات والتجاذبات، من التنابز والسباب، ساعات طويلة من التخمر والهذيان كنا نرى خلالها البرلمان ينتحر، وانتهت الجلسة دون خاسر ولا منتصر. وقبل البدء عنا تنبيه ونصيحة وتساؤلات، نصيحة العادة من حاتم المليكي: البث هذا راهو ماذا بيكم، راهو بمن ترضيه على أقل من 18 سنة، هذا رمش سنواب قاعد يفرق في قلب. نصيحة أخرى بأنه ما تستمعوش للفقرة هذه بأحكام مسبقة يغلب عليها الغضب والإشمئزاز من النواب، حطوا الأمور في إطارها، هي حلبة للصراع السياسي على طريقة تونسية. من جملة التساؤلات: من انتصر ومن انهزم؟ هل لو وضعنا 217 تونسي آخرين مكان النواب الحاليين كانت الصورة ستكون مختلفة؟ هل هم غرباء عنا؟ هل فازت النهضة أم الدستور الحر أم قيس سعيد أم تونس؟ تساؤلات نجاوب عليها خلال الفقرة هذه اللي نفتتحوها ونفتتحوا معها جلسة البارح 3 جوان 2020 الموافق 11 أفريل 1441 حسب التقويم الغنوشي. نفتتح على بركة الله تعالى الجلسة العامة عدد 27 ليوم الأربعاء 3 جوان 2020 الموافق 11 أبريل 1441. المجالس يكون الدخول لها من أبوابها، وفي واحد منهم التقى مبروك كرشيد بماهر زيد: يا مجرم، يا مجرم، موقعتك الحبس 4 سنوات محكومة، أنت محكومة 4 سنوات موقعتك الحبس في جناية. ندخل توا الرحاب المجلس: أنا داخل باربعة هنا، سرقولي زوز انعاج في البرلمان، وينو مكتب الشعب بتاعكم؟ كل شيء خاطئ، لابد تغيروا المكتب. سامحونا، دخلنا بالغلط الرحبة سعيد الجزيري اللي لقى جواب من نفس المعجم متاعه من نائب السابق عن حزبه حزب الرحمة. نحكي للنائب أحمد عياد: أول جلسة صارت كان طلب مني النائب شخصيا أني نتصل بسفير الولايات المتحدة الأمريكية ونطلب منه أن قادرين وأن نطلب عليه خدماتنا، نقولوا له أن قادرين على كل شيء. وطلب من النائب معاذ نفس الشيء ولكن مع سفارة فرنسا عفوا، وكان لابد أن نصطف مع الرجال مش نصطف مع نعجة السفارة. واتهموا النائب الثاني بأنه سارق وما يحبش يحلل فلوسه. الإنسان هذا ما يحلل في فلوسه، يجي جلسة عنده شهرين. هذا إنسان يتاجر بالدين، هذا إنسان سارق فلوس الناس، هذا إنسان كندا توا رافعة بيه قضية. وهذه كانت تحية الخروج من الرحبة. اللي يحتاج باش يهاجم منظمة عتيدة، منظمة وطنية باش يفتعل أنه يقطع سرواله، ما يحتاجش وأنه بالفعل يكون عنده الوجاهة. هذا كلام تاع بوليس سياسي متاع قوادة الشعب مش تاع رجال. دكتور العفاس تعرض لاعتداء همجي، يهمش يا حيوانات. نحاول ندخل المرة هذه من الباب الصحيح لرحاب المجلس البرلمان اللي الشعب فد منه، ومحمد عمار قال أنه ولا يحشم أنه يقول أنه ينتمي لمجلس نواب الشعب. وراه الشعب فد من مجلس النواب وتجاذباته، الإنسان ولا يحشم كي يمشي في الشارع ويقول راني أنتمي إلى هذا مجلس النواب. موضوع الجلسة يهم الدبلوماسية التونسية في علاقة بالملف الليبي والفصل في الموقف التونسي من التدخل الأجنبي فيها. هي في الظاهر حوار وفي الباطن مساءلة لرشد الغنوشي اللي قالوا في مديحه أنه محراث متاع خدمة. خدمة شنو بالضبط؟ تسأل منجير رحوي. باللي حكى على رئيس المجلس محراث متاع خدمة، تو يجي وقته نحكيه فيش هو محراث متاع خدمة، في خدمة الشعب ولا في خدمة حاجة أخرى. وتسأل سامي عبو إذا كان تبديل الجبة بكسوة يخليه رجل دولة. سيد رئيس رجل دولة مش باش ينحي الجبة ويلبس كوستوم يولي رجل دولة. رجل دولة المدنية يجب يكون ديمقراطي ويجب يقبل القانون ويحترمه. فسيادتك للأسف مازلت تلبس الجبة تاع رجل الدين الحاكم بأمره، ماكش رجل دولة، وهذه المشكلة فيه. وحتى بكرافات زرقاء ولا حمراء وبكل عطورات باريس حسب منجير رحوي: البس كرافات حمراء والبس كرافات زرقاء والبس كوستيوم ونحي الجبة ونحي اللحية وتزين وطهر نفسك بكل العطورات تاع باريس وبدل فمك 4 مرات واعمل اللي تحب، ما تبدلش، لن تنزع عنك ثوبة وجبة أنك بالفعل دمرت تونس. مرة أخرى أقول لك، نحن وقت اللي كنا ندفلوا في الرسالة فيك شهيد شكري بالعيد خرجوا ملايين، قالوا لك يا غنوشي يا سفاح يا قتل الأرواح باش. وقال له فيصل التبيني أنه كبر في العمر ولازم رئيس صغير المجلس وطلب من نهضة تغييره. إذا كان سيد رئيس المجلس عمرك ما يسمح لكش وغير قادر أنك باش تخدم، يا أخويا جيبونا إنسان ينجم يدير جلد، راي ما هيش سهلة. أنا أدعو حركة النهضة، هذا الشيخ لم يعد يليق بمجلس النواب، أعطونا واحد آخر ونوعدوكم
انه ما نحوش للنهضه الرئاسه. التبيني لازم يكبر في عقله ويعتذر حسب يمين الزغلامي. والكبير سي فيصل مش بالعمر، الكبير بالعقل، الكبير الكبير يحب يخدم التواسة، الكبير ما يخونش تونس، مش الكبير بالعمر. اكبر اكبر في عقلك، اكبر في عقلك واعتذر. من المحاور الأساسية للجلسة هي الليحة اللي تقدمت بها كتلة الدستور الحر برئاسة عبير موسى نهار 4 ماي حول رفض التدخل التركي والقطري في ليبيا. مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. شكرا لك مدام عبير موسي. سيد الرئيس شنو قلت لي؟ جاء تجنب كل ما هو مثير. ما فهمت شنو تقصد. لا ضحكة عادية ذيك، انت تقصد مثير يعني مثير المشاكل والتجاذبات. الحقيقة لا مفر منها كما جرت العادة، ونبدأ فصل جديد من تبادل الاتهامات بالاستفاف. هي لائحة بائسة حسب النائب عن النهضة نوردين العرباوي. ما الذي يدعو هذه اللائحة البائسة إلى أن تذكر اثنين فقط؟ وهي لائحة تاريخية حسب النائب عن الدستور الحر كريم كريفة. أراه هذه لائحة تاريخية، هي نقل لفائدة الغير وخالصة الثمن حسب نوردين البحيري. هذه اللائحة هي نقل لفائدة الغير وهي معناها لا يحزن خالص الأجر. واعتبر سمير ديلو أن اللائحة ضمنت قطر وتركيا فقط، أي هي لائحة استفاف. هذه لائحة الاستفاف. خلينا نكون واضحين، معرفش رئيسة الكتلة اللي مقدمة اللائحة موجودة ولا اي؟ موجودة سي سمير واس. يا مرحبا، موجودة اي، لأنها كانت في تخطب في الحشود اللي قدام البرلمان في الوقفة المليونية متاع أنصارها بمناسبة عرض اللائحة. فنحبها تسمعني باهي سي سمير. الطرح سخن ومازال مش سخن، كانت تتوقعنا النتيجة النهائية. شكرا على المحاولة ولكن رصيدكم لا يسمح بذلك. وبعد الإعلان على النتيجة، الأصوات الرافضة عبرت على فرحتها بالتصفيق. 94 نعم، 68 لا، 7 محتفظين. وتبعا للفصل أو للفقرة الأخيرة من الفصل 141 تكون هذه اللائحة قد لم تحظى بالقبول. في المقابل نشيد النصر كان من الجهة الأخرى. هذا بالطبيعة قبل ما تدخل عبير موسي وتبدل في كلمات النشيد ويخلي البقية ينسحبوا. طارق لفتيتي أعلن على نتيجة التصويت واللي كانت هذه طريقته في لفت انتباه النواب. قلت لفتيتي يترك مكانه في رئاسة المجلس ويلتحق بمقعده كنائب، وهنا يكون انطلاق النقطة الخاصة بالحوار حول الدبلوماسية التونسية. سيد رئيس، بلا شك سابقة أن تتم مساءلة السيد رئيس مجلس نواب الشعب تحت مسمى حوار حول الدبلوماسية البرلمانية. هي كذلك سابقة أن يجلس نائب رئيس المجلس هنا ليسائل رئيس المجلس على تجاوزات ارتكبوها. بعد لفتيتي تكلموا عديد النواب وكانت عديد المداخلات وصولا للمداخلة المنتظرة من الخصم اللدود للغنوشي عبير موسي. وكذبت علينا، نعم هناك كذب واضح ومتعمد على النواب، في بالك احنا ما نتبعوش وما نعرفوش. عملنا لك احنا المسائلة وطلب المسائلة، جبت شكون يفتيولك كيما اليوم منعوك من اللائحة. عاودت كذبت مرة اخرى على مكتب المجلس واخفيت انك في نفس الوقت اللي انت حسن العبارات متاعك غير مسموح بهذا. باش نرجع لك الميكروفون والوقت، ولكن لابد من التزام الادب. ما عادش قص عليا باش نسالوك وباش نقولوا الحقائق نتاعك. وبعد 20 ساعة اختم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الجلسة ووعد النواب بالمراجعة. سعيد بالاستماع اليكم، استفدت كثيرا مما استمعت، فهذا يحتاج الى مراجعة. مما استمعته يحتاج الى مراجعة مني. الجلسة هذه مفروض علي حد، انا قبلتها. في الأخير نتسألوا قديش سجل كل طرف سياسي من نقاط في عداده السياسي، ومن جهة أخرى نتسألوا هل وفات العركة السياسية بهذا؟ وللحديث بقية بالسياسة.